الشروط الجديد شهد انخفاضا كبيرا في نسب المبيعات، ما نجم عنه تراجع رقم أعمال العديد من العلامات في الجزائر. وبعد تأقلم معظم المصنعين مع الدفتر الجديد، قد تكون أو يكون ارتفاع الأسعار النقطة السوداء الوحيدة مستقبلا، يقول أحمد محمودي ومحمد شوقي علاك. تراجع كبير في نسبة مبيعات السيارات الجديدة في الجزائر بلغ أكثر من 26% منذ الإعلان عن دفتر الشروط الجديد، وما يفوق 50% شهر سبتمبر. تراجع لم تسلم منه حتى العلامات المسيطرة على السوق، حيث كان الخاسر الأكبر علامة رونو ب 49.5% شهر سبتمبر، وبمبيعات قدرت ب 2357 سيارة تقابلها 4706 في نفس الشهر من السنة الماضية، متبوعة بغارمتها بيجو التي تدهورت مبيعاتها بنسبة 47.7%، وكذلك العلامة الآسيوية تويوتا التي تراجعت في نفس الشهر ب 36.3%. أرقام تدل على حجم الخسائر التي تكبدتها هذه العلامات في الجزائر، غير أن هذه الوضعية لن تستمر طويلا حسبهم بعد السماح لهم بإخراج مركباتهم من الموانئ كونهم أصبحوا يطابقون مطالب دفتر الشروط. C'est évidemment une année de transition, c'est une année qui est un petit peu compliquée en raison du nouveau cahier des charges, en raison donc de la nécessaire mise à niveau de nos véhicules à ce nouveau cahier des charges. Ce processus est en cours, ça prend naturellement un petit peu de temps. Le service des mines aujourd'hui a beaucoup de dossiers qui lui sont présentés, donc ça prend naturellement un petit peu de temps. Mais je dirais que bon, ben, dans ce contexte, on a à peu près préservé nos volumes, donc voilà, je dirais que c'est une année qui commercialement est correcte dans ce contexte un petit peu compliqué. عودة مياه سوق السيارات إلى مجاريها سيترتب عنها ارتفاع في سعر المركبات نظرا لعدة عوامل تحتم على المصنعين ذلك. Évidemment, le contexte monétaire avec une dévaluation donc à court terme de la devise qui a fait qu'il a fallu corriger un petit peu nos tarifs. ارتفاع في أسعار المركبات يقابله انخفاض حاد في المبيعات، مشكل أصبح يؤرق وكلاء السيارات في الجزائر، ولعل المخرج الوحيد أمامهم هو تقليل التكاليف بالتصنيع داخل الجزائر.